الملف اللي احنا بصدده احنا مجتمعين هنا للاحتجاج في الحقيقه هذا ملف غير قانوني بامتياز 100%، ملف سياسي. جابوا مجموعه من النشطاء والصحفيين من بهدينان، احتجزوهم، طبعا اختطفوهم بعدين احتجزوهم وبشكل صوري حاكموهم بدون وجود محامي الدفاع وياهم. حتى اثناء المحاكمه اللي صارت قبل اشهر كلهم نفوا الافادات اللي اخذوه منهم بشكل قسري، نفوه امام القاضي رئيس المحكمه، ولكن رئيس المحكمه ما دار باله لكل هذه الاعترافات اللي قالوا اخذوه منا تحت التعزيز. طبعا الملف بالكامل ملف سياسي لا ليس له علاقه مطلقا بالقانون. القالب بالإفراج الغير المشروط عن النشطاء، لأن المحكمة التي أصدرت القرارات باعتبارها قرارات سياسية وغير قضائية. عندما يكون القضاء غير مستقل فبالتأكيد السياسيين يتحكمون بالقضاء والقضاة. فلهذا نطلب من المجتمع الدولي ومن المنظمات ومنظمات حقوق الإنسان أن يطالبون بالإفراج عن النشطاء والإعلاميين المسجونين غدرا وضما. هذه القرارات تضع المجتمع الكردي أمام مستقبل خطير فيه لا يمكننا أن نطمئن على حقوقنا ولا على سيادة القانون في إقليم، ولا يمكننا من الآن فصاعدا أن نثق بالمحكمة والأجهزة التحقيقية في إقليم كردستان.